الحليب على الجبن. السلام عليكم، كيف راكم؟ بخير؟ هاني صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم خير يا ربي. المهم، نزولا عند طلب واحد الاخت، ماشي غير وحده، شحال من وحده طلبت مني ندير الجبن نصوروا ليها، لان هذيك الخطره فاش كنت قلت لكم راه الجبن كنصاوبو في الدار وبليغو داكشي، واحد الاخت طلبت مني قالت لي بغيت تعرف الطريقه وتشوفها مصوره. المهم انا سالي لي الجبن وبغيت نعاود نصوبو، وقلت نشارك معكم الطريقه كيفاش كنصاوب الجبن في الدار، وشنا هما زعما الطرق زعما لي زاستيس اللي ديروها باش يخرج لكم ناشف، وحتى الا بغيتو ما يكونش الجبن يكون على شكل ديال الفرماج نقول لكم كيفاش ديروه باش تردوه فرماج. خليكم معايا نوريكم كيفاش كنصاوبوه في الدار. وفي هذا الفيديو كنت الصباح درت واحد الدويره في واحد المحل هنايا، واحد المغازه كبيره فيها اكثر يدي لي برودوي اللي فيها بخمسة دراهم، معان مواد غذائيه، مواد ديال التنظيف وكل شيء. مشيت الصباح ديت منها شي حاجه ودرت فيها دويره، غنخليكم معايا تكتشفوا معايا هذا المحل. المهم بالنسبه للجبن ديال الدار، غادي نحتاج اطرو ديال الحليب، ها هو حليب بلدي يعني كامل الدسم، وغنحتاج اطرو ديال اللبن، هذه واخا فيها اطرونس ولكن غنحاول ناخذ غير اطرو، وواحد قريصه الملح وشويه الزعتر. غناخذ الحليب هو الاول نديرو في كاسرونه ونخليه يفيض، هو الاول بعدا خليه يفيض. نتلاقاو. المهم دابا ها هو الحليب سخن مزيان حتى تم جاي فايد، غادي نزيد عليه قياس اطرو ديال اللبن، شوف انا راه عندي هنا اطرو، غنحاول نخوي غير اطرو. وندير واحد الرشيشه ديال الملحه، واحد شويه الزعتر، انا كنبغي نسمو بشويه الزعتر. صافي ونحرك، ها انتم كي شفتوا ها هو بدا كيتفرز الحليب على الجبن، بحال كنقولوا كيخسر الحليب، ها هو خسر. غنخليه هنا حتى يبرد شي شويه، حتى يولي الماء معزول بوحدو والجبن معزول بوحدو، عاد نصفيه. المهم هانتوما البنات، هو تعزل داك الماء بوحدو وهبط الجبن لتحت. غنحاول خديت هاد الشبيكات هما راه كيصوبو فيهم نيت الجبن، ونديرو في هاد سميتو نحاول نصفيه. انا عمرت ليا غنبقى نخويها حتى نصفي كامل. المهم انا عمرت عندي هذيك الشبيكه، وانا جبت شبيكه اخرى. فوالا البنات، هانتوما شحال خرج ليا، خرج ليا هاد الشبيكه والنص ديال هادي. انا غنخليهم الليله كامله، يا اما ديروه في الصباح وتخليوه يتسقطر على خاطرو حتى العشيه، ولا ديروه في الليل وحتى الصباح وغتلقاو تسقطر نشف.
انا غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيولي ان شاء الله في الصباح. فوال البنات، وهو دابا بقى لي كامله كيتسقطر. انا الى لاحظتوا البنات راه ما ثقلتو حتى شي حاجه، خليته كيتسقطر هكاك. بغيتو يبقى شاد ليا شي شويه الماء، هي نورمالمون الا بغيتو يجيكم ناشف ناشف بحال هذوك اللي تنشرو من برا، ملي كديروه في الاول كيتسقطر، كتغطيوه بشي كتانه بيضه هكا من الفوق، ولا بشي هذاك الورق ديال المطبخ، تدير واحد الوريقه الفوق وتقلوه بشي حاجه، شي جبيبينيه بحال هذيك اللي كتشوفوا فيها في الصوره عامره بالماء، ولا شي قريعه هكا تكون عندكم عريضه عامره بالماء، وتقلوه مزيان باش يتسقطر كيجيكم ناشف. انا كنبغي نخليه بحال هكا يبقى فيه هذاك شي شويه ديال الماء ديالو، حيت كنديرو دابا مثلا انا وحده غادي نخليها جبن، وحده غادي نديرها في الميكسور، وغادي نزيد عليها شي شويه الفرماج حمر، وبهذاك الماء اللي بقى شي شويه مخليها فازقه غادي نضربو في الميكسور مزيان، وكنبقى شويه مره مره كنزيد معلقه الماء من هذاك الماء اللي تسقطر في الميكسور، وكنخليه تضرب حتى كيجيني كيولي ليس بحال الفرماج، كيولي رطاب بحال الفرماج، كيولي ساهل باش يتاختينا. المهم انا هذه هي الطرق اللي كندير، كنتقل اللي بغيتو ناشف كنتقلو باش يجيني ناشف، واللي بغيت نديرو فرماج كنخلي شي شويه فازك ونبقى نطحن ونزيد في الماء ديالو. المهم بالنسبه للبنات اللي ساكنين في الجديده وخصوصا في النواحي ديال الملك الشيخ، بالنسبه لهذا المحل راه واحد المكازا كبيره في الملك الشيخ، عنده بزاف ديال لي برودوي بخمسة دراهم. انا كنجي ليه تقريبا من نهار عرفتو، ضروري ما نطرقو يوميا. عندو هذوك لي بواط اون بلاستيك، عنده المنظمات ديال الثلاجه، عنده هذوك المجوره اللي كيداروا في الكوزينه كتنظمي بهم سو الكوزينه، ولا لي بلاكار، ولا عنده لي بوجي ديال لي زانيفيرسير، وحتى بعض المواد الغذائيه عنده. انا في الاول تخوفت من المواد الغذائيه ما نكذبش عليكم، وسولت السيد اللي في المحل داك الشيء، قال لي اختي حنا ما غاديش نغامروا بالسمعه ديالنا وداك الشيء، داك الشيء قال لي راه زعما يعني تحت الرعايه ديال الناس اللي مسؤولين وداك الشيء. وفعلا انا ملي جيت نشوف لقيت شحال من حاجه هنا كناخذوها حنا ملي كنكونوا مسافرين، خصوصا في المنطقه ديال الشمال وداك الشيء، معروف عندهم هاد المواد المستورده وكناخذوها من تما، فحالها لقيت عنده وزوينين، وديت من عنده وعاودت صراحه تقال لقيت عنده زعما داكشي مزيان حد الان ما كاين حتى شي مشكل، وعاد الاثمنه يعني مناسبه جدا. خديت من عنده شحال من حاجه، انا دابا يهوبيا ما يمكنش نخرج بلا ما نطرقو. المهم عنده شحال من حاجه، حتى دوك داكشي ديال الزاج وداكشي عنده داكشي غزال صراحه تقال. فوالا البنات، انتم كتشوفوا هذوك المنظمات ديال الثلاجه وديال لي بلاكار والشبيكات ديال الكوزينه وديال الحمام، هادو دوك المعينات ديال الكوزينه، لي طاس، قريعات ديال الزيت العود، عنده هادوك القريعات ديال العطريه، القراعات ديال الماء ديال العصير، حتى ديال القرعات الماء بالنسبه لوليدات المدرسه، لي بواط ديال الزاج، زعما داكشي عنده زوين. وهاد الشيء راه ماشي دعايه للمحل ولا شي حاجه، انا كنتقدى عنده زعما غير انايا عجبني هاد المحل، لقيت فيه شحال من حاجه رخيصه، وقلت نبارطاجيها مع البنات اللي ساكنين قراب، ومحل كبير كبير بزاف، وديما عنده الجديد. انا فوق ما مشيت نتقدى كنلقى شي حاجه جديده، ضروري ما نخرج في يدي شي حاجه، وكيجيب معنات زوينين صراحه تقال، وعنده داكشي ديما الجديد، ديما عنده الجديد، وعنده معنات زوينين، ديكورات، عنده حتى مواد ديال التنظيف بالنسبه باش تنظفي العود، باش تنظفي سميتو ديال الكوزينه، داكشي ديال الفران، ديال الزليج، ديال الاثمنه مناسبه جدا، يعني بالمقارنه مع الهري ولا مع لي غون سيرفاس، الاثمنه مناسبه جدا. يعني كناخذ من عنده قلت لكم حتى لي بابيي كويزين، هذوك لي فيلم اليمونتير، كلشي كلشي عندهم اثمنه مناسبه بزاف بزاف. انا غادي ندير لكم دويره في المحل وتشوفوا.
ولا البنات هادو لي بوني ديال الشعر، هادوك عنده القريرصات ديال البنيتات الصغار، بوندوات، فيريلات، داكشي عنده تي وزوين بالنسبه اللي عنده الوليدات الصغار. يعني ما مازال دخلتي ليها تقدي فيها كل شيء، من لي بواط اون بلاستيك، المواد الغذائيه، المويعنات، كل شيء عنده. داكشي ديال الوليدات الصغار انتما كي كتشوفوا عجبتني. عنده هاد البواطه خديتها قبيله، انا غنوريها لكم. هادو عجبوني، جبت فيهم الفيليلات والبيندات الصغار ديال البنيتات، كيجيو زوينين حتى هما هكا. تقدروا زعما وزوينين غزالين، تقدروا هكا بالنسبه لينا حنايا لا خويتمات ولا هكا دي زاكسيسوار. انا خديتهم قبيله غير جوجات البنات، جمعوا فيهم باندات ديال شعرهم ولا ستيكات. تنرجع ناخذ ليا انا شي وحيده عجبتني. والمهم البنات باش ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع دويره في هذا المحل، ونقول لكم كنتمنى هذا الفيديو يا ربي يعجبكم، ونقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.